وشكل الغوطة ودائما الاستثناء بقلب هذه المدينة العزيزة على أولا أزول فلادون كل لغة شيرة مرحبا بكم معنا في واحد المهرجان اللي كيكون كل سنة كيتقدم مورا العيد الكبير مباشرة كنكون فيه مجموعة ديال التقاليد منهم بوجلود اللي هو الأساس ديال هذا الاحتفال وفيهم أيضا كرنفال حفلات ومجموعة ديال المنصات اللي كيكونوا باش كيتجسدوا الحفلات فينا هو هذا التقليد عندنا في سوس ديال بولماون بودماون كيكون كل سنة كيحتفلوا به العائلات وكيجيو من جميع بقاع المغرب باش يشاركوا معنا هذا الاحتفال وكنشاركوا كاملين هذه العواشر بل هذه اللبسه كتقام شويه غاليه على حسب كل سنه خصوصا هذه السنه كانوا جدود غاليين مع ارتفاع اسعار ديال الماشيه كان الثمن تاعهم غالي فعلا قدرت الدور ما بين 1000 درهم 1500 درهم حتى 2000 درهم على حسب كل واحد واللبسه تاعو واش الثمن ديالهم كيبقى ديما كيلعب ما بين هذه الاثمنه بحال هكا كل سنه الحيليه كيكونوا في الاسواق وكيكونوا ديال المقرا وحتى هما كيعبروا على الثقافه الامازيغيه الاصيله اللي كتكون في الدوله في البلاد ديالنا وكتعبر على ثقافه سوس خصوصا انا هاد الجلود كاملهم تاثروا بحال الاغلاء ديال الماشيات تاثر بهم حتى الجلود تزادوا في الثمن وكاملهم بالنسبه شحال هذه كنت كتاخذ لبسه مثلا ب 1000 درهم ولا 1500 درهم تبقى توصل عليك حتى 2000 و 3000 درهم وكثر على حساب كل واحد واش كيجيب وبالنسبه لهذا الاحتفال هو احتفال كيكون كل سنه وعنده دلالات بالنسبه للثقافه الامازيغيه اللي كيرمز للجلود وكيعطي بزاف ديال الدلالات كيعبر على الثقافه حيت ما كاينش خصوصا في المغرب ما كاينش بزاف ديال الثقافات بحال هكا كاين تقريبا ثقافه وحده كتكون في منطقه سوس ماسا كامله فيها بيلمون بودماون وكاين بحالها في تيزنيت كيكون بودماون في تيزنيت حتى هو بحال نفس الشكل ولكن غير هو كيكون بالنسبه للكرنفال والازياء وبيلمون بودماون كيتميز عليه بانه كيلبسوا الدراري فيه جلود وصافي هادشي التقاليد كنديرهم كل عام بيلمون بودماون والتقاليد من شحال هادي اصل وباقي تقليد راك عارفين هادشي كيكون في اكادير بوحدو ما كيكونش في المغرب كيكون في اكادير بوحدو وكتكون غير 3 ايام 4 ايام بحال هكا هادشي كنضربوا عليهم تماره وكنمشيو للمدن خويا السين الله يحفظك وكنضربوا عليهم مده كنضربوا عليهم فهمتيني كنضربوا عليهم مسافات وكنخسروا عليهم فلوس فهمتي اللبسه كنضرب عليها 3000 درهم 2000 درهم بحال هكا ومبروك عواشركم وكل عام وانتم بخير من الفوق بحال هكاك شي 1000 درهم بحال هكا لتحت حتى هو 1000 درهم ممكن كنضربوا مسافات وكنتعذبوا على الحاجه فهمتي نعم هذا الاحتفال قديم بالنسبه لمدينه الشيره يعني معروفه بهذا الكرنفال يعني هذا الشيء من تقريبا من نقول الثمانينات ولا كاع قبل مدينة الشيرة معروفة مهرجان بوجلود اللي ولا دابا معروف على الصعيد العالمي وكيجيو الناس بزاف من برا كاين ناس جايين من الخارج كاين ناس كيجيو من نواحي أكادير المهم هاد الشيرة مزيان كيعجبنا بزاف كيدوز في واحد الجو اللي هو سلمي ما كاين لا صداع ما كاين والو ايوا كنتمنوا هذا الكرنفال يبقى مستمر ديما كل عام ان شاء الله بحول الله